فقرة عديت لك إياها هيك مهضومة، أسئلة سريعة بدنا نجاوب عليهم بشكل سريع. هل رحمة رياض سعيدة بحياتها اليوم؟ أكيد الحمد لله. مستحيل أنساك، لمين بتقوليها؟ أبويا من دون تفكير، يعني الله الله يرحمه. و مش جواب، مش دبلوماسي يعني أبدا. الأب أول حب. الله يرحمه. هلا يمكن هو اكيد بمكان تسلم افضل. تعيش يا رب. رحمه، أكيد الله ايمتى اخر يرحمه. مره، ايمتى اخر مره بكيت رحمه رياض؟ قبل يومين 3 أيام ليه؟ عصبت من شو؟ عصبت، هيك موقف صار وياي وعصبني كثير، ولما أعصب وما أقدر أسوي ردة فعل أو أجاوب أو أحكي، أروح يجي أرد أكل بنفسي فأقوم أبكي، بس هيك أبو دمعتي يعني صغار. عادي عادي تفعليها دائما، بتتمني انك تتخلي عنها. عادة هيدي الظاهر هي اللي عادة على سيئة. اي عادي هاي هاي. عن جد هذه يعني انا شوف يعني ما شاء الله ظافري طوال، بس بيضلوا الي هيك هيك من التوتر، وهي ولا عادة مرة سيئة فكرتي وقفتها تلجأ إلى فترة. طبيب، ولا مرة فكرتي تلجأ إلى طبيب نفسي؟ فكرت مبلا وكنت حابة كثير بس و ليه لا؟ ليه لا، لانه ما لقيت دكتور صراحه، مع انه ليه؟ كثير حابه يعني، ما لقيت يعني يعني او حابه دكتوره اول شيء مش دكتور، ليه؟ لحظة ما بدنا نوقف اعرف على هيك دكتور. ما اعرف ترتاحي أكثر ما لدكتورة تحكي لها أكثر من شاب؟ اي يمكن. بتآمني بالصداقة بين الرجل والامرأة؟ اامن طبعا، عندي كثير اصدقاء انا. إذا تم تعيينك ملكة لجميع البلاد العربية، شو أول قرار بتقول أوف أوف في قرارات؟ كثير هلا نبلش بأول قرار بتاخذيه، شو أول قرار بتاخذيه؟ يعني أول قرار أخذه يمكن هو قرار شوية صعب ويراد له دراسة، لكن أفتح الحدود بين كل البلاد العربية. طبعا. بس هيدا الأمر ليش في بيناتنا حدود؟ أنت ضد ما هو الحدود. قاعد اقول لك، يعني انا قاعد اقول لك هذا موضوع كثير صعب ويراد له دراسة ويراد له امور كثيرة، بس كانت امنيتي انه حدودنا العربية تكون مفتوحة على بعضها، ما في شروط وقواعد، لما ما في شروط وقواعد بين دولنا احنا العربية، دامنا نحكي لغة واحدة متقاسمين في كل شيء، يعني ليش في بيناتنا حدود؟ ليش انا لا، انا في قواعد وشروط، ولما ادخل هذا البلد وانا أنا منهم وبيهم، نفس عاداتهم وتقاليدهم، نفس أكلهم وشربهم، نفس حكيهم، نفس ديانتهم، هذا يمكن أول قرار هيك رأسا هسه مر على بالي. نحن وأكيد بشكل أكيد مع أي أنا مع إنه ليش إحنا لما عندنا هواية عرب لما يسافرون على أمريكا أو أوروبا، لما ينولد الطفل هناك يعطوه الجنسية، ليش إحنا بالوطن العربي في كثير ناس ينولدون بالوطن العربي ويعيش طول عمره بالوطن بهذا البلد اللي هو مش منه، هو بس هو مولود وعايش بيه بس ما يقدر ياخذ الجنسية، ليش لا؟ أنت إذا تزوجتي أجنبي بتفضلي تولدي خارج العراق أو بالعراق لا خارج العراق لا يحصل على جنسية من برات العراق؟ مع الأسف، لأنه مع كل أكيد يعني أنا أحمل الجنسية العراقية والحمد لله ما عندي يعني حاليا مشاكل بسفري أو شيء، أقدر أروح وين ما أريد يعني، بس يعني إذا سمحت لي الفرصة، يعني إذا جتني الفرصة إنه ممكن إنه أتزوج أو يكون ابني مولود بدولة أجنبية، يعني أحس why not يعني، أي لأن إحنا دولة بال بالسنة؟ ما فكرت، ما ما فكرت. اعرف، نو no.
ما هي تابعة للرجل أيضا، لأنه أنا طرحت عليك السؤال إذا تزوجتي أجنبي. ما اعرف يعني، انا ما اعرف اجنبي من وين يعني، الله ايش كاتب. إذا إجا يجي اكزاكتلي. بتحسي بالوحدة رحمة بيأثر عليكي هالموضوع؟ شوف الحمد لله والشكر يعني، انا اهلي دائما موجودين وياي يعني، ما يعوفوني دائما، يا انا يمهم، يا خواتي يمي، يا ماما يمي، ولا مره بقيت فتره وحدي ابدا. يمكن في فترة من حياتي كنت أحس بالوحدة، بس هسه لا، بالعكس الحمد لله، أنا الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر، حاليا أهلي حواليني، صحتهم جمهوري زينة، جمهوري، حبايبي، من أضوج أفتح وياهم لايف، يسمعوني حكي حلو، يهدئوني، حبيبتي شقد حلوة ونحبك. نحن بشهر رمضان المبارك، بعدين حلو التسامح، رح اسالك هالسؤال وبدي اسم. اوكي، شخص اخطأتي بحقه او بتعتقدي انه اخطأتي بحقه، بهالحلقة انت رح تقولي له اني بسامحتك، او هو يمكن اخطأ بحقك وبتقولي له سامحتك بهالحلقة. المسامح كريم. أنا مسامحة الكل، ما عمري شلت ضغينة بقلبي على أحد يعني، حتى اللي يغلط وياي أقول في رب العالمين فوق هو ياخذ حقي يعني. والله العظيم مش مثالية، بس أقسم لك بالله ما في. ملاحظة عم بتطلع فيكي وانه انا ناطر الاسم، بدي اسم. أبدا ما في، بالعكس ما عندي يعني، حتى اللي طلعوا من حياتي طلعوا بدون زعل او ضغينه شايله بقلبي ابدا. اي تصريح تندم عليه بحياتك؟ هو تصريح هاي تصريحها يعني. شوف، هي المشكله انت تصرح، بس الفنان الناس يعني قعدت له قاعده يعني منتظرين تصريحاته، وتصريحاته يعني تاخذ لها ضجه يعني، بس هو ممكن يكون التصريح هذا هو قاصده عكس اللي هم فهموه. هو الموضوع مثلا الخيانه، كثير ناس طلعت ضد، والصحافه كتبت وسالفه سووا من الموضوع، لكن تجي للحقيقه والواقع يعني، احنا كثير نعطي فرص بحياتنا لهواي ناس.